أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
فلا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. له مقاديم السماء وما يقدر الله
وما قدر الله قدر والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى
ثم نفخ فيه أخرى وأشرقت.
صدق الله العظيم. واصبر لحكم ربك.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله
فتدلى
أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى إيه.
يشاء صدق الله العظيم.
صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه عندك، فرج عنا ما نحن فيه، لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا كريم يا حليم. قتلوا أولادنا وذبحوا أطفالنا ورملوا نساءنا، ليس لنا إلا الله. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. اللهم ارحم فقيدنا، اللهم تجاوز عن سيئاته وزد اللهم في حسناته. اللهم يا كريم اجعل هذه الليلة من أسعد ليالي، اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد ليالي يا حنان يا منان يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اكرم اللهم نزله، نزل بك وأنت خير منزول. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا يا رب العالمين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تحرمه من شفاعة سيد ولد عدنان، وشفع فيه القرآن وشفع فيه الصيام يا حنان يا منان. وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين، ولمن كانت له هذه التلاوة بسر النبي وسر ثواب الفاتحة زيارة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كانت له هذه التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا خد الإيمان والإسلام. استمعنا إلى آيات الله البينات ولها علينا فضيلة الأستاذ القارئ الدكتور حامد منصور صفوف القطعاني القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمدرس الأول بالأزهر الشريف والمقيم بحي كليوباترا محافظة الإسكندرية. صوت نور وفراشة حديثة كبرى لصاحبها الحاج حمادة عبد الخالق زغلول المقيم بمركز ومدينة جبال بارون. حضرة السادة المعازيم الكرام، شكرا الله وسعيكم جميعا.